بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عشان السنه دي احنا خدام انبا ابرام خدنا شعارنا السنه دي الاتكال. لاحظت ان في كل مره بتيجي كلمه اتكال في الكتاب المقدس افاجئ ترجمتها تراست. هي تراست بتترجم عاده ثقه مش كده، لكن في لغه الانجيل يعني مثلا طوبى للمتكلين عليه تلاقيها تراست، مثلا لا يخزى المتكلين عليه تلاقيها كلمة تراست. فالاتكال مينلي في الإنجيل كلمة تراست دي بتيجي كتير قوي، لأن أساس العلاقة بربنا هي علاقة تراست. الثقة هي اللي هتخليك تتكل، فهي بديهية برضو، واثق في ربنا فمتكل عليه. وهنا في فرق كبير قوي بين واحد وواحد، والفرق ده على فكرة مش مرتبط بدرجة التدين. يعني ممكن يكون شماس حافظ كل ألحان الكنيسة بس قلقان وخواف ومش متكل، وست غلبانة مش حافظة غير أبانا الذي وبشفاعة والدة الإله وعندها تراست فظيع في ربنا، فعشان كده هي ما تتوزنش من بر. درجة الثقة لا، دي حاجة بيرسونال خالص. وتلاحظوا دي اللي كانت بتعجب المسيح دايما، مثلا نازفة الدم دي ست غلبان يعني ما ملهاش في التدين، بس المسيح طوب إيمانها. الكنعانية مش يهودية خالص وطوب إيمانها، قائد المئة طوب إيمانه. دول على درجة من التراست قوية جدا، في الوقت اللي التلاميذ ما كانش عندهم نفس الدرجة دي، اللي هم شايفين معجزات بعينيهم كل يوم. فالموضوع يا بخت فعلا اللي الكلمة دي تعلى جواه. اولا الكلمه دي تدخل السماء على طول، فاحنا ما طلعناش بره الموضوع. ليه؟ لان مش ممكن تتكل على ربنا ويكسفك. مجرد انك بتقول له اي تراست يو انك مش هتسيبني اهلك، يقوم ربنا ما يعني ما يطلعش قد التراست ده، كلام مش ممكن. فمجرد ان انت بتقول له انا واثق انك مسؤول عني مش هتسيبني اهلك، خلاص مش هتهلك، بس عيش بالتراست ده. فهنمشي في الوصفة في الأربع حروف دول. التي هقول think of God، فكر في ربنا كتير. عشان ثقتك في ربنا تزيد خلي ربنا شاغل دماغك أكتر. ما احنا عاوزين الاتكال يزيد. اللي بيتكل على ربنا شخص بيفكر في ربنا كتير. زي ايه؟ في واحد بيفكر في نفسه كتير قوي، ودي مشكلة 3/4 البشر إن ما كانش 90%. انه لو دخلت دماغك هلاقي المتربع على عرش عقلك هو حضرتك، بتنام بتحلم بيك، وانت ماشي في الشارع بتفكر فيك، قاعد في عيادتك مشغول عليك، حتى وانت قاعد في بيتك لا مراتك ولا عيالك في دماغك برضو انت. اغلب الدماغ مسيطر عليها الانا، وهي دي سبب النكد على فكرة وسبب الكآبة، لأن الشخص اللي ناسي نفسه عمره ما يكتئب، ما بيتعبش. فهنا think of God يعني خلي ربنا ياخد مطرح نفسك في دماغك، خلي ربنا يشغلك أكتر من نفسك. لو عملت كده التراست يزيد على طول. أو بطريقة تانية، فكر قد إيه ربنا بيحبك. مش ده إيماننا المسيحي؟ هي الفكرة دي تزود الاتكال على طول. لما تصحى الصبح تقول لنفسك زي العيال كده أبويا بيحبني، حتى لو أنت وحش عادي، يعني الوحاشة دي مش حاجة غريبة عننا، بس هو بيحبك بجد، دي حقيقة ثابتة. وكل ما تتضايق بس هو برضو لسه بيحبني. خلاص فكر قد إيه هو يقدر على أي حاجة. خلاص بدل يقدر، والتفكير بالطريقة دي يزود التراست، هو فعلا يقدر. فكر قد ايه ربنا حكيم، عارف كويس اللي بيعمله، ما بيغلطش ابدا في احكامه. كل ده بيزود التراست. كمان لما تفكر في هدفه، هو ربنا ده موضوعنا، هو ربنا عاوز ايه من الاخر؟ عاوز يلمنا حواليه، مش عاوز اكتر من كده. الدنيا تمشي زي ما تمشي بس في الاخر كله يتجمع في السماء. طب ما هو الهدف ده لوحده يديك سلام، يديك تراست انه كل الاشياء تعمل معا للخير لانه عاوز يلمنا في السماء. فاول وصفه تي بتاعت التراست think of God، تزود دماغك في ربنا. الار remember his deeds، استرجع استعيد
تذكر عمله، تذكر إحساناته. على طول ده يزود التراست. هو في طريقتين أساسيين في التفكير: واحد مركز في المشاكل لازم يتخنق، واحد مركز في عمل الله لازم يفرح. شوف انت عاوز تمشي في انهي برنامج. لو دماغك رايحة في المشاكل اللي وراك واللي حواليك، انت حكمت على نفسك بالتعاسة وربنا يستر توصل ولا لا. لكن انت دماغك مشغولة طول الوقت بتتفرج، بص شوف ربنا بيعمل ايه، ده يا بختك، احلى عيشة ورايحة السما كمان. To remember, if you want to trust God more, you have to recall his deeds. تستعيد هو عمل معك ايه. وفي حد فينا ما عندوش ذكريات مع ربنا او احسانات من ربنا؟ مش ممكن. في خير كتير قوي، خبرات كتير قوي. استرجع قد ايه بركاته، وحاول توقف دماغك من السرحان في اللي وراك واللي عليك، فكر في اللي معاك. حاول توقف دماغك في اللي وراك واللي عليك، وخلي دماغك دايما في اللي معاك. مرة زوجة بتقول لي حاجة أنا خدتها على ربنا. قالت لي أنا ما بحبش أطلع فسحة مع جوزي. قلت لها كويس إنه بيفسحك. فقالت لي لا، هو من ساعة ما نركب العربية عشان نطلع أي مصيف أو فسحة الآن وعمال يتكلم أكل شرب بنزين فلوس عيال، فأنا بتخنق وبقول له حس بينا، انبسط معانا، احنا مش بنشوفك طول السنة ولا بتشوف العيال، انجوي. هو مش عارف تو انجوي، هو عمال يفكر في اللي وراه واللي عليه. فتقول لي ببقى عاوز اروح تاني يوم خلاص، لانها ما بقتش فسح. اغلب الناس عاملة كده، احنا في فسح يومين في الدنيا. We can enjoy لو ركزنا في اللي معانا، بس احنا بدل ما بنتمتع بننكد على روحنا في اللي ورانا واللي علينا. طيب ماشي، انت الخسران في الاخر. فكرة استرجاع الحاجة الحلوة دي بتخليك اقرب للفكرة بتاعت الطفولة الروحية. هي دي الطفل بيعرف يستمتع، الكبير ما بيعرفش. الكبير بيركز في النيجاتيفز والسلبيات، الطفل تلاقيه يعرف يتعامل مع الظروف ويتكيف ويدور ينبسط ازاي. فربنا يسوع قال خليكوا عيال واستمتعوا بحياتكم وسيبوا لي انا الباقي، موضوع بسيط. طيب يبقى عشان نزود التراست، واحد think of God، اثنين remember his deeds، ثلاثة you the promises، استخدم وعوده عشان تهدي نفسك، عشان تطمن نفسك، عشان تشجع نفسك، عشان تسند روحك. أولا ربنا مش كذاب، ليكن كل إنسان كاذبا ويظل الله صادق. يعني لو كل البشر كذبوا ربنا ما بيكذبش. اللي قال ما تخافش أنا معاك مش بيكذب، اللي قال لا أهملك ولا أتركك وحط نقطة، يعني ما فيش كونديشن، مش لو كنت كويس، ما قالش لو كنت كويس كنا ضيعنا، وقالها كده مفتوح، ما بيطلعش كذاب أبدا. اللي قال كل الأشياء خير خلاص ما بيكذبش. اللي قال لو خطاياك كالقرمز تبيض وتصير كالتلج ما بيكذبش. يود ذا بروميسز، استغل دول بقى الكلام اللي أنا بقوله ده وما أكثره طبعا في مئات من الوعود، عشان تطمن روحك في زمن مفهوش طمأنينة. شجع نفسك، هو قال مش هسيبك، هو قال لو غلطت هصلح، هو قال أنا بحبك، هو قال ما تخافش من حد. خلاص، فكل لما تلاقي دماغك فلتت منك قل لها إيه هو قال. make use of the promises. إحنا معانا كنوز اسمها الوعود مش بنستغلها كويس. فأي مسيحي عايش خايف والآن بصراحة ملوش حق. زي شحات نكتشف إن عنده 1,000,000 جنيه في البنك، هي بالضبط كده، وده ساعات بيكتشفوه بجد. إحنا ساعات بنبقى كده، شحاتين وأغنية في نفس الوقت. عندك وعود خليك غني، مالك عايش شحات ليه؟
استخدم القصص اللي جت في الإنجيل عشان تطمنك. هتقول لي وحش يعني هم اللي كانوا في الإنجيل كانوا حلوين؟ طلع لي واحد على 100% يعني كلهم فيهم خطايا وفي الآخر ربنا عمل منهم حاجة، طب أنت قلقان ليه؟ يبقى حكايات الإنجيل بتطمنك، بتقول لك هو برضو بيقبل الخطاة اللي زينا وبيعمل منهم حاجة. استخدم دايما كلمة ربنا الحية والروح القدس اللي في الكلمة. هو قال الكلام اللي بكلمكم بيه روح، فكلمة ربنا بتديك روح، تديك أمل، تديك زقة. يبقى استغل كلام الله، لأن الجملة اللي تطلع من فم المسيح تحيي الإنسان، تحيي النفس، تحيي الميت. يبقى تاني نراجع، to trust more عشان نثق زيادة، think of God، remember his blessings، وبعدين use the promises. ماشي. الاس sustain يعني حافظ او stay او اي حاجة بالاس المهمة، يعني the relationship strong يعني ايه؟ خلي علاقتك بربنا قوية، دي هتخليك في حالة اتكال وروقان على طول. كلكم بدون استثناء هقول جملة واظنكم هتوافقوني عليها، لما بتبعد عن القداس والإنجيل والصلاة والخدمة بتلاقي الدنيا معكرة. حد يختلف معايا في دي؟ كلنا جربنا، مش ممكن واحد فينا ما يكونش جرب اللي أنا بقوله ده. أول ما الحاجات دي بتقع، إنجيل أو إجبية أو قداس أو خدمة أو جو الروحي يعني العلاقة بربنا، أول ما بتضعف بتلاقي الدنيا بوخت، ماشية بالزق، ماشية بس يعني ملهاش طعم. طيب هو ده ليه؟ لأنه هي العلاقة دي الممثلة في كل اللي أنا بقوله ده هو اللي بيخلي التراست يزيد. فحافظ على العلاقة، ما ينفعش تنزل من بيتك من غير ما تصلي الصبح، ما ينفعش اليوم يعدي من غير إنجيل، ما ينفعش الأسبوع يعدي من غير قداس، ما ينفعش يبقى وراك مسؤولية خدمة وتقول معلش أصل ورايا. طب ما أنت الخسران. أول ما العلاقة هتضعف كل حاجة هتروح، هتبوظ كل حاجة، من أول جوه البر، جوه معكر وبره نكد، بقى نكد في البيت على الشغل على الخدمة على الدنيا كلها. طيب ما أنت عارف الحل ببساطة، يبقى السستينابيليتي دي بقت كلمة مهمة قوي في العلم ده، يعني إيه الاستمرارية أو الاستقرار أو الانتظام أو يعني الحاجة الممتدة دي. طبعا من الحاجات اللي بتحافظ على العلاقة بأقل مجهود هي صلاة يسوع. لو أنت مشغول بجد ومش ملحق، طب أقل ما فيها نادي كلمة، نادي على ربنا طول اليوم، ده هيحافظ لك على العلاقة. تفضل تقول يا رب يسوع أشكرك، أو يا رب يسوع أرحمني. كمان تعبيرات الشكر، المجد ليك يا رب، أشكرك يا رب، في تعبيرات كده مريحة. إنه لو أنتوا فاكرين اللي تقرأ الصبح قديسة سارة، دي واحدة من الأمهات زي الأباء ليهم كلمات. قديسة سارة كان ليها تعبير غريب كل الأباء حافظين الرهبان، يقول لك مع كل خطوة سلم بفكر نفسي إن أنا هموت دلوقتي فبطلب الرحمة. طبعا ده تعبير تدريب رهباني شديد، لكن شوفوا قد إيه الحرص، إنه مع الخطوة، الخطوة ما تتناش غير لما كنا ناديت على ربنا. طبعا العلاقة القوية دي بتخلي الناس دي عايشة في السماء يعني. طبعا يدخل فيها كل أنواع المطانيات والقداسات والجو الروحي بأي درجة، كل ده بيغذي التراست. يبقى أزمتنا في الكلمة دي نفسنا نتكل أكتر، نثق في ربنا أكتر، نتمتع بحياتنا مع ربنا أكتر، وهو بيفرح بالتراست، هو ده اللي بيدخل السماء. التي معناها think of God، فكر فيه أكتر. الار افتكر عمل معك إيه. اليو استغل أو استخدم وعوده. الأس حافظ على العلاقة ما تشرخهاش. التي آخر حاجة بقى throw away يعني ارمي. طول اليوم لمؤاخذة دماغنا دي عاملة زي صفيحة الزبالة بيترمي فيها أخبار مزعجة وأشياء لا قيمة لها.
يعني تخيلوا كل واحد دماغه كده ماشي، دماغه دي مفتوحة، والناس ايه اللي يلاقي حاجة يرميها في دماغه. طب على الأقل كل ساعة روق الدماغ دي وطلع كام علبة الكوكاكولا اللي ترموا على شوية الكلينكس على ايه الزبالة دي، ايه الأخبار اللي تزعجك دي، ايه لزوم دماغك تتابع الحاجة دي ولا دي ولا دي، ايه اللي يخليك تدي ودانك للكلام الفارغ يعني، دي دماغ متكلفة، حرام عليك تعمل في روحك كده. ما هو ده اللي بيضيع سلامك ويضيع اتكالك. لو بتعرف ترمي أول بأول وترمي عليه يعني ايه، طب مشكلة هنقعد نعيد ونزيد في المشكلة، خد يا اخويا المشكلة وارميها في حجره وخلاص، وما تفكرش تاني، فكرت أولاني ولقيت ما فيش حاجة تتعمل خلاص يبقى الباقي عليه. فحركة الرمي دي اللي قالتها الآية، إلقي على الرب همك. الهم زبالة لا مؤاخذة يعني، الهم حاجة مش حلوة أصلا. ربنا ما عندوش أزمة خالص، اللي غسل رجلين تلاميذه ما غاوي يلم زبالة، ما عندوش مشكلة. إلقي على الرب همك هو يعولك، فمش هيسيبك تتضايق ولا تحتاج. طب اتعلم تعمل الحركة دي، لما تلاقي بقى الدماغ دي اتملت، طب وبعدين دي هتطلع ريحة بعد شوية، فيبقى بالأولى تنظف بسرعة كل الأفكار السلبية، كل مشاعر الفشل. الفشل من الزبالات اللي مالية دماغنا، ذكريات نيجاتيف أو مشاعر سلبية مرتبطة بأني ما نجحتش في حاجة. سيدي ما نجحتش بكرة تنجح، مش مشكلة، انسى ما وراء، وما وراء ده زبالة، امتد إلى ما هو قدام. كل مظاهر الصور المشوهة، اتكسفت من موقف، في ذكرى حد ضايقك، في حد سرقك، ليه دماغك تروح في الكلام ده؟ ما انت عايش لسه وماشي على رجليك، خليك إيجابي. يبقى نقدر نزود التراست، أراجع الكلمتين دول، التي فكر والآر استرجع أو تذكر واليو استخدم والأس حافظ والتي الأخيرة ارمي. الوصفة دي صدقوني تخلي الواحد عايش فرحان متكل منتصر قوي والدنيا سهلة معه. لإلهنا كل مجد وكرامة.